على لسان عدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم جاء الرفض قاطعا للمطالب الخارجية والداخلية بالمراقبة الدولية على الانتخابات المقبلة. والسبب بحسب هؤلاء المسؤولين هو وجود حساسية خاصة في الثقافة السياسية المصرية ضد ما يقولون إنه يعتبر هنا تدخلا أجنبيا غير ضروري، تدخل رفضه عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية وليس فقط الحزب الوطني كما يقول مسؤولوه. نحن نثق بقدرة المجتمع المدني المصري وبالقضاء المصري وبالإعلام المصري والعربي والدولي. تكفي الرقابة المحلية إذن، يقول الحزب الوطني، فماذا يقول المراقبون المحليون؟ لو هذا النظام واثق في أن انتخاباته نزيهة لن يتحاشى المراقبة الدولية. وبتجربتنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية في 2005 كان معانا حكم قضائي، ومع ذلك ضباط أمن الدولة كانوا بيمنعونا من دخول اللجان. هناك رقابة قضائية على الانتخابات في مصر، لكن هذه الرقابة قلصت كثيرا في تعديل دستوري أجري قبل أعوام. ورغم تطمينات الحكومة واللجنة العليا للانتخابات، فإن المخاوف كثيرة من تزوير الإرادة الشعبية، ورقعة المتخوفين باتت تشمل أطيافا عدة من المجتمع. هذه الرقعة كانت شبه منعدمة قبل انتخابات عام 2005. هم لو عندهم الجراءة وعارفين ان الانتخابات هتتم بشكل دستوري شكل نزيه كانوا هم اول ناس رحبوا بالرقابة الدولية. يقول المشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة ان في انتخابات مجلس الشورى التي عقدت منتصف العام الحالي دليلا على صدق شكوكهم، فقد أعقبت تلك الانتخابات اتهامات متعددة بالتزوير، سيما بعدما خرجت حركة الإخوان المسلمين صفر اليدين من الاقتراع، وهي التي حصدت 88 مقعدا أي نحو 20% في انتخابات مجلس الشعب السابقة. ليس حديث الرقابة الدولية بجديد على مشهد الانتخابات المصرية، تكررت المطالب من قبل وتكرر كذلك الرفض في عدة انتخابات سابقة، لكن جديد هذه المرة كما يقول المطالبون بتلك الرقابة أن هذه الانتخابات ستعقد بعد تقليص كبير في دور القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، ما سيسهل في نظر المشككين ما يصفونه بتزوير الانتخابات. أسد الله الصاوي، بي بي سي، القاهرة.